اسمه البيجي رحمه الله مات مقتولا والرابور ميديكال نتاع لوبيتال وزاره الدفاع تسمعني المخ القضاء الحاكم التحقيق العسكري يسمع فيها الرابور شو يقول الرابور ميديكال اتحدى وزاره الدفاع واتحدى كمل لي الرابور فهمت ولا يجيبوا التقرير نتاع اللي مات به البيجي قايد السمسي اطلعت عليه انت تقرير انا اطلعت بشكل غير مباشر يا شيخ يا شيخ اطلعت عليه التقرير انا غير مباشر سهل الكلام لا مو سهل يا شيخ يا شيخ لا اطلعت عليه اما مش نقول لك كيفاش لان فيها جوانب قانونيه لازم نحترمها فهمتني انا اكدت لك ان رئيس الجمهوريه الحالي ربي يطيل في عمره وينفع به البلاد والعباد الشيخ قيس سعيد يدرك جيدا ملف قطر